شعبية، وجود اهتمام بمتابعة أخبار الفريق، ورغبة لدى بعض الصحفيين أو الزملاء في الوسط الرياضي أو في الإعلام الرياضي الليبي لعودته للصدارة الأفريقية، التألق على المستوى القاري والدولي، العودة لحصد دوري رابطة الأبطال الأفريقي والمشاركة بقوة وتحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية كسابق عهد الفريق عندما شارك للمرات الأولى في كأس العالم للأندية بعد أن تسيد المنافسات في القارة الأفريقية على التوالي في عدد من الأعوام أو المواسم المتتالية. يعني كل ده بيعكس إن في اهتمام، في متابعة إعلامية، في تركيز على أخبار النادي الأهلي وشعبيته الممتدة الجارفة الممتدة إلى كل أنحاء القارة الأفريقية والعالم العربي. وده طبعا رأي أكيد هنسمعه لو استمعنا إلى نماذج كثيرة من الآراء على مستوى الصحافة ووسائل الإعلام والمتابعين والمتخصصين في شؤون الرياضة العربية والأفريقية. طبعا ده هيكون من الامور اللي هنناقشها النهارده مع اكتر من ضيف، مع الكابتن محمود صالح نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا، هنتكلم عن رؤيته المستوى ومؤشرات اداء الفريق وفرص فوز الفريق او العوده لصداره البطوله الافريقيه ولحصد الالقاب وزياده عدد الانجازات الموجوده في حصيله بطولات النادي الاهلي من البطولات الافريقيه. وهيكون كمان من الامور اللي هنناقشها مع ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت ضمن حديثنا عن الرؤيه الخاصه بمتابعه الاعلام والصحافه الرياضيه في مصر لفرص الاهلي على المستوى القاري وعلى المستوى الاقليمي والدولي في المنافسات الكرويه في المرحله المقبله. هنتابع مع حضراتكم تقرير ونتوقف مع فاصل ايضا ونعود بعدها لاستكمال فقراتنا وهذه التغطيه واللقاءات مع ضيوفنا في الاستوديو. الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة الحبيبة، وطبعا تعلمون مدى حب الشعب المصري وتقديره للمملكة. على الجانب الثاني أكيد احنا سعداء بتجيلي في المناسبة لتشريف أو تكريم نجم كبير الكابتن فؤاد أنور، ويمكن يعني برضو اكيد على المستوى الرياضي حسام بدري انا اعلم الاسم الكبير كابتن فؤاد أنور، لكن كنت سعيد جدا حتى من كم المصريين اللي بيسالون عن المباراه فما بتذكر اسم كابتن فؤاد أنور، بيتكلموا حتى على الذكريات وبيتكلموا على تميزه كلاعب افضل اللاعبين. وطبعا لابد ان احنا نتوجه بالشكر لسياده معالي الوزير ترك الشيخ رئيس الهيئة الرياضية ومساندته الكبيرة لينا وحبه للنادي الأهلي، فأكيد طبعا دي برضه من المكاسب اللي احنا يعني بنذكرها في الفترة الأخيرة وبنشعر بالافتخار لمساندته لينا. وإن شاء الله بأكد إن احنا جايين لمباراة تكريم هنا، وكان نفسنا يبقى كمان في تكريم للكابتن فؤاد أنور في مصر، يعني احنا بنكرمه هنا ونفسنا نكرمه في مصر ان شاء الله، لكن بنعبر عن تقديرنا ليه ومشاركتنا في المباراه ان شاء الله باذن الله مباراه تليق باسمه ونجوميته وحجمه ان شاء الله.
يعني كلام كتير عن أمور خاصة طبعا بالنادي الأهلي والعلاقات القوية جدا ما بين النادي الأهلي والمؤسسات العربية في كل مكان رياضية طبعا بشكل كبير. يعني المستشار تركي الشيخ بتصريح ليه لجماهير الأهلي بيقول وبيأكد دائما على العلاقات المستمرة والقوية من خلال هو من خلاله طبعا والتواصل مع مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي خصوصا في الفترة السابقة. أوجه كثيرة أوي تجعل العلاقات المصرية السعودية دايما في أوجه قمة الفخر والاحترام رياضيا سياسيا شعبا وقادة على أعلى مستوى الحياة. من الحب والأخوة دايما مصر هي الأم الوطن الكبير. المستشار تركي آل الشيخ ده رجل دولة. صحيح. هتلاقي فكره هو مستشار الملك في لا ورجل دولة يعني هو رجل دولة فمش هتلاقي يعني لان انا شفت في الفترة الأخيرة شوية تخبطات كده من الناس غيرة ما تقولش مش عارف ايه.
طبعا بقول يعني احنا موجودين في بلدنا الثاني المملكه العربيه السعوديه، والكل يعلم يعني دون ايضاح مني طبعا مدى تقديرنا وحبنا كمصريين للمملكه العربيه السعوديه، لاعتبارات كثيره واواصر تاريخيه بتربط الشعبين مع بعض. لكن انا اكيد سعيد النهارده لوجودنا في المملكه العربيه السعوديه، وجودنا في حدث مهم جدا. انور طبعا نجمنا النهارده، والتكريم اللي اتعمل الجميل عشانه طبعا كابتن فؤاد انور المونديالي كابتن المنتخب السعودي. كابتن فؤاد انور مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير، تحياتنا ليك ومبروك النهارده، مبروك يوم رائع. كابتن عادل عبد الرحمن كابتن شريف عبد المنعم بيرحبوا بيك وبيباركوا طبعا لحضرتك النهارده اليوم الجميل ده. والله كلمة مبروك المفروض اليوم تنقال للجمهور المصري. الجمهور المصري اليوم يعني الكرنفال هذا او الحفل تزين بالجمهور اللي في المدرج. انا اقول هنيئا للنادي الاهلي بجماهيره. حقيقة. سواء خارج مصر او داخل مصر. حقيقة. النادي العريق هذا نادي القرن حقيقة اثبت اليوم انه نادي كبير بجماهيره بتاريخه بجميع ما يملكه حقيقة هذا النادي. وأشكر أيضا زميلي وصديق محمود الخطيب اللي كان متواجد اليوم، أشكر سعادة السفير المصري اللي شرفنا حقيقة اليوم في الحفل. حقيقة أنا بدلي أشجع الأهلي المصري من اليوم. خلينا أقول لكم تصريح لكابتن محمود الخطيب بعد المباراة وبيتكلم فيها ان هو فخور بجمهور الاهلي. طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيتكلم ان هو فخور بجمهور الاهلي والشكل اللي كان فيه استاد الامير فيصل بن فهد، وايضا الكلام عن العلاقات القويه والممتده ما بين الاشقاء المصريين والسعوديين في جزئيه الرياضه، وطبعا يخص طبعا بتركي الشيخ طبعا رئيس هيئه الرياضه في السعوديه، ودي حاجه مميزه جدا ودائما هي دي دائما اللي احنا حابينه وحابين ان ده تمتد بالشكل ده. ايضا المستشار تركي الشيخ اتكلم وتصرح ايضا بعد المباراه والكابتن محمود الخطيب ان هو بيقن كل التقدير والاحترام لمجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، واكيد التعاون سوف يستمر بشكل ما في مصلحه كيان النادي الاهلي الكبير واللي هو بيحبه بشكل كبير. وايضا عشان ده يعني توضيحا ان في بعض الناس اللي حاولت توقع ما بين او تعمل يعني شوشره حول هذه العلاقه الجيده والممتده والمتينه ما بين تركي الشيخ والنادي الاهلي، ودائما بنسعد دائما بمحبي النادي الاهلي في كل مكان وايضا من يساعد النادي الاهلي في كل مكان. بنشكره طبعا شكرا جزيلا، وطبعا بنشكر كابتن محمود الخطيب على يعني كلمته لجمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي ده جمهور كبير جدا زي ما احنا شفنا كده، وجوده في السعوديه، وجوده في الامارات، هتلاقيه في الكويت، هتلاقيه في البحرين، هتلاقيه في كل حته في الوطن العربي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ودايما هو اللاعب رقم واحد زي ما احنا بنتكلم، كابتن محمود الخطيب وضح هذه الامور قبل كده ان هو اللاعب رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي.